سوسبنس كبير، ترقب وتوتر هي اللحظات التي عاشها الكثير من نواب جبهة التحرير الوطني قبيل لقائهم بالأمين العام عمار سعدني بفندق الأورس بالعاصمة. بعض النواب لم يفارق هاتفه النقال، والبعض انفرد بالحديث الثنائي، والبعض الآخر فضل السكوت والترقب. قبل ذلك بساعات وزع بيان وقعه عدد من نواب الحزب يتهم القيادة بالتسلط والارتجالية. الساعة كانت تشير للثالثة بعد الزوال. توافد النواب على مقاعدهم داخل القاعة الكبيرة للفندق كان تباعاً. بعد ساعة من الزمن يدخل سعداني مرفوقاً برئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة ورئيس الكتلة البرلمانية للأفلان الطهر خوا. دخول الثلاثي صاحبه بعض التصفيقات، رسالة تطمينية ترد ضمنياً على بيان النواب الغاضبين. سعداني افتتح خطابه بذكر عدد النواب الحاضرين من غرفتي البرلمان في إشارة إلى أن الأغلبية لبت نداءه، رغم أن بعض الحاضرين شكك في الرقم المعلن. السيناتور 37 من 42 من 46، والنواب لحد الساعة ما زالوا يتواصلون ويواصلون 188. هذا اللقاء لم يكن كباقي اللقاءات السابقة للقيادة مع النواب، فسعداني منح الفرصة للنواب للتعبير عن انشغالاتهم أمام أعضاء المكتب السياسي ووسائل الإعلام، لكن تدخلات النواب غلب عليها طابع المجاملة للأمين العام أكثر من مناقشة الوضع المتعفن الذي وصل إليه الحزب.